السلام عليكم، مرحبا بكم في درس التعداد. حصة اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على الترتيبات بتكرار. إذا نبدأ بالقاعدة ثم ننتقل إلى مثال توضيحي ليكون N و P عنصرين من N إطوال، أي N أكبر قطعا من صفر وكذلك P أكبر قطعا من صفر. عدد ترتيبات بتكرار لبي عنصر من N هو N أس P. إذن نشوف التمرين المثال التوضيحي باش يمكن لنا نفهمو الخاصية أكثر. إذن نعتبر صندوقا يحتوي على 4 كرات حمراء و 3 كرات صفراء. إذن عندنا واحد الصندوق فيه 4 كرات حمراء و 3 صفراء، أي فيه 7 كرات بالمجموع. نسحب بالتتابع وبإحلال، هذه مهمة بزاف. إذا نسحب بالتتابع وبإحلال، إذا كنسحبو كرتين، يعني كنسحب الكرة الأولى وكنقيد اللون ديالها ثم كنرجعها للصندوق ولي نسحب الكرة الثانية، يعني بالتتابع وبإحلال، يعني بإحلال يعني كنرجع داكشي اللي سحبت للمكان اللي سحبت منه. إذا ما هو عدد النتائج الممكنة؟ إذا هنا ممكن نطبق مبدأ الجداء. إذا حنا عندنا سحبتين، يعني اختيارين، اختيار واحد والاختيار الثاني. إذا السحبة الأولى نسحب كرة من بين 7 كرات. إذا شحال عندي الإمكانيات؟ يعني عندنا 7 الإمكانيات. والاختيار الثاني كذلك، لان حنا كنرجعوا داكشي اللي سحبنا. اذا الكره اللي سحبت كنرجعها، تنقيد اللون ديالها وترجعها. اذا كذلك في الاختيار الثاني لدينا 7 امكانيات. اذا حسب مبدا الجداء عدد النتائج الممكنه هو 7 في 7، اي 7 اس 2. بنفس العمليه الا كان عندنا مثلا الا سحبنا 3 كرات، فغيكون عندي 7 في 7 في 7، أي 7 أس 3. إذن بشكل عام عدد النتائج الممكنة إذا كان عندنا واحد الصندوق فيه N كرة وسحبنا يعني P من N، فعدد النتائج الممكنة هو N أس P، وهذا اللي كتقولو الخاصية. إذن عدد الترتيبات بتكرار لبي عنصر من N هو N أس P.